السلام عليكم، انا محمود اسماعيل وعاوز في الفيديو ده اتكلم معاكم شوية. لما بدأت 2016 كان عندي 10,000 مشترك وكنت مبسوط، فقلت هدفي هو اني اوصل ل100,000، ولكن ما حصلش. مش لحاجة، ولكن علشان انا ما اشتغلتش على القناة، ما كنتش مترتب في مواعيدي، كنت دايما بتأخر، وساعات كنت بعمل فيديوهات بس كده. بالاخر ما كنتش واخد الموضوع بجد، ولكن ده ما يمنعش اني عملت كام فيديو انا فخور بيهم جدا، زي فيديو السفر بالزمن، زي فيلوج من التسعينات، واكيد فيديو سبيس تون. طيب نرجع لموضوعنا، ليه انا ما كنتش شغال كويس على اليوتيوب في 2016؟ علشان كان عندي باكيت ليست، يعني حاجات كنت عاوز احققها قبل ما يبقى عندي 20 سنة. كان في اكتر من حاجة وعملتها الحمد لله، واهم حاجة هي انا عملت فيلم. كتير منكم عارفين ان انا اصلا شغال في مجال صناعة الافلام، والسنة دي انا عملت او اخرجت اول فيلم ليا، فيلم بجد. انا عملت الفيلم ده لسببين. السبب الاول ان انا كان عندي قصة حلوة وبسيطة، والسبب الثاني هو اني كان لازم اخرج حاجة قبل ما يكون عندي 20 سنة. طيب بعد ما خلصت الفيلم وكل حاجة، هل الموضوع كان يستحق ان اركز فيه كل التركيز ده وابعد عن اليوتيوب وعن حياتي عموما؟ ايوه ولا ايوه، علشان انا كنت متأكد ان انا عمري ما همرن عضلة المخرج الا لو عملت حاجة فعلا. والتجربة بتاعت تصوير الفيلم ده كانت خرافية. انا بجد انا كنت بروح يعني التصوير كان فيه مونيتور انا بس اقعد اتفرج عليه، وبعدين اقعد اتكلم مع الدي او بي مدير التصوير، يعني كان حاجة تانية. ولا ما كانتش تستحق، علشان واضح ان انا كنت مستعجل، وده باين في الفيلم، ولكن انا شايفه عادي لان انا كان لازم اعيش التجربة دي علشان اعرف اتعلم، وده هو الشيء اللي شغلني شوية في السنة دي. وبعد كده ايه اللي حصل؟ حاجات كتير. بدأت السنة الثالثة ليا في الجامعة، اخويا اتجوز، عملت اخر فيديو تحديات، بدأت اهتم بصحتي و سبت شغلي. ايوه انا كنت بشتغل في مكان بشكل ثابت وكان في مجالي وكان جالي منه دخل حلو، ولكن انا قررت اسيبه. ما اترفدتش ولا حاجة، ولا كان الموضوع فيه قفش وكده، لا انا سبت الشغل علشان ما كنتش مستريح. فكرت انا ليه اربط نفسي من دلوقتي في شغل وانا لسه 19 سنة؟ لا تبقى عندك 20 سنة. لو انتم ملاحظين انا شوية خايف من فكرة العشرين دي، فكرة ان خلاص مش هكون مراهق تينيجر، هبقى 20 بس. انا سبت الشغل بجد علشان انا عاوز اركز في اليوتيوب. كل مرة بقول هركز في اليوتيوب، ولكن بيحصل حاجة بتخليني اوقف واركن القناة شوية، ولكن المرة دي لا، انا ما وريش اي حاجة غير اليوتيوب. وعلى فكرة انا مش سايب الشغل بقالي كتير، لسه من قريب، وبس في الفترة دي انا ملاحظ جدا التفاعل اللي جايلكم من اخر فيديوهات، واضح ان الفيديوهات بقى ليها قيمة اكبر دلوقتي، بقى باين ان متعوب عليها. وما بتأخرش عن معادي، كل يوم سبت MIVP، وكل يوم اربع محمود ريفيوز او سكتش، وده ان شاء الله اللي هيحصل في 2017. هل ده هو الباكت ليست بتاعتي لألفين وسبعتاشر، اني اركز على اليوتيوب ونوصل ل100,000؟ ايوه، ولكن برضو انا حاطط هدفي اعلى من ال100,000 بشوية، وان شاء الله هنوصل. طيب خليني اقول لكم دلوقتي الفيديو ده بجد عن ايه. الفيديو ده عن محفظة. انا عندي مبدأ، ليه اشتري حاجة بفلوس علشان احط فيها فلوس؟ ولكن لاحظت ان كل الناس عمالة تقولي ان هي ادمت وخلاص لازم تتغير، ولكن انا لسه متعلق بيها. بكل بساطة ده الموضوع، انا خايف من التغيير. وانا مش عاوز اكون سلبي وكده، ولكن فعلا 2016 ما كانتش سنة حلوة للعالم ولي انا كمان. بس بعد ما فكرت عادي ان اتغير، مش لازم يكون في خوف ان انا اتغير واجرب حاجة جديدة، وهنسى السنة دي واحاول اركز على هدفي. وعلشان كده انا حابب اقول لكم ان انا هشتري محفظة جديدة.
Except if that's to be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are changing. Some writers and critics, you prophesize with your pen. And keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming, for the loser.